يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين بسم الله الكريم وبالرحمن الرحيم وكلامك القديم وكتابك المبين وبالذات العليا وصفات السنية والأفعال المرضية وبحكمك المتين وبكل الأسماء في الأرض والسماء يا رب الكبرياء ارحمنا والمسلمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين بما علمنا منها وما لم نعلم بها قد توسلنا بها يا إله العالمين باسمك الله الرحمن وبالرحيم المنان وبالملك الديان وبالقدس آمين وبالسلام المؤمن والمعز المهيمن وبالجبار آمين من فتنة الكافرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وبالمتكبرين وبالخالق الباري باسمك المصور أجرنا والمسلمين وبالوهاب الغفار وبالرزاق الستار وبالفتاح القهار يا مجيب السائلين وبالقابض المانع وبالباسط الواسع وبالخافض الرافع والمعز المؤمنين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين يتهوى وبالسميع البصير وباللطيف الخبير وبالمزل الكبير والحكم الأحكمين باسمك العدل العليم والغفور والحليم وبالشكور العظيم يا أكرم الأكرمين بالحفيظ والعليم والمقيت والولي والحسيب والقوي يا منيس الذاكرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين ومن جبل وباسمك الصمدي والمقدم العبدي والمؤخر الجندي عن زمرة العاملين وبأول الوالي والبر المتعالي وبظاهر العالي عن صفات المحدثين بالرؤوف للأنام ذي الجلال والإكرام مالك الملك العلام يا جليل الحائرين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين والبديع للورى والوارث للزرع والرشيد من دران إلى سبل السالكين بأسمائك الحسنى سلمنا من الهنا في ديننا والدنيا واختم لنا باليقين وبمن شرفته وفضلا أنلته الذي أرسلته رحمة للعالمين أي سيد الحرمين ومنبع الحكم وملجأ الأممي في أمر الدنيا والدين يا أرحم الراحمين يا خاتم المرسلين قائد المعجلين وشفيع المذنبين في أحوال يوم الدين فصلي وسلمي وأكرم وأنعمي له وعليهم وعلينا أجمعين ثم بذوي العزم وباقي الرسل الجميع نبهنا من النوم أي نومة الغافلين وبباقي الأنبياء والأملاك الأصفياء وبصحب الأتقياء وجميع المرسلين يا
أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ارحمنا والمسلمين بصحب الرأس الأكبر أبي بكر وعمر وعثمان وهيدر وباقي المبشرين وبدر البدريين ثم بالأحديين ثم بالرضوانيين وجملة السابقين وفي كل الأصحاب وبأولي الأرباب وأهل الاكتساب وفي أصحاب اليمين يا أرحم الراحمين يا وبكل الوجبا مشرقا ومغربا وبكل من صبا إلى الحرم الأمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين ورحمتك الحسنى عمت المكونة فالحمد لك الثنى في كل وقت وحين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وإخواني الكمال والأملاك المجملة والأولياء المكملة وعلى المقربين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين وتابعي التابعين بالإيمان واليقين إلى قرب يوم الدين يا ربي آمين آمين يا أرحم الراحمين.